البرنامج اللي اتضحك على التلفزيون المصري فيه. التلفزيون المصري اشترى 30 حلقة كرتون، طلعوا في الآخر حلقة واحدة. حلقات مازنجر. مازنجر هي نفس الحلقة، هي ليها اسطمبة وبيغيروا الوحش وينزلوها تاني. أنا جبت الاسطمبة دي عرفتها خلاص. تبدأ الحلقة كالآتي. مازنجر سي. انه قليل من قليل قبل الغضب نقطة بتعمل بيب عارف ايه خلاص. الو ماج. نعم دكتور نبيل. يبدو ان قبل الغضب بعض اعضاء قليلين. اها ساحضر على الفور. والكنترولز للمشيه دي اللي بيعملها ماهر اللي هو قاعد في راس مازنجر عشان مازنجر يعمل الحركه دي هي كده. في الوقت نفسه لو مازنجر بيحارب معركه قويه جدا ماهر بيعمل كده. لو مازنجر بينظف ودانه ماهر برضه بيعمل كده. ما علينا. يوصل ماهر بيحارب الوحش مازنجر أشعة الفوتون. ماهر جوه يعني كنوع من المشاركة. بيجرب جميع الأشعات، بيضرب إيده، بيضرب صوابعه، بيفتح بطنه، بيطلع صاروخ، بيعمل كل حاجة، الوحش ما بيتغلبش. غالبا بيضرب سلاح اسمه العاصفة. والعاصفة دي ببساطة شوية هواء بيطلعوا من بقه بيخلي الوحش يختفي عشان الحلقة تخلص. وبينقذ فاتن. هل رأيت الغروب من هنا من قبل يا فاتن؟ ها شكرا جزيلا.